تقول لي يا طلعت ما تنساش ان انت بتكلم رئيس الجمهورية. مش ناسي يا فندم، بس اي حاجة تتعلق بمصلحة البلد من حق اتناقش فيها معاك وأراجعك. مصلحة البلد؟ مصلحة البلد؟ انت زهقتني من كلمة مصلحة البلد دي. كان فين مصلحة البلد لما رئيس الجمهورية كان بيضرب برصاص قدام كل الوزراء والمسؤولين في البلد؟ البلد بكل قوتها وهيلمنها. كنت فين انت ساعتها؟ كنت لسه نايم؟ سبق وقلت لسعادتك ان مهمتي هي جمع المعلومات، اما التأمين ده شغل التجهيزة تانية. معلومات ايه؟ انت لازم انت والجهاز بتاعك كلكم تعلنوا ان انتوا فشلتوا. حتة سكرتيرة راحت ولا جت ضحكت عليكم كلكم. سجلت كل حاجة بحتة تليفون قد كده وانت بتقول لي جمع معلومات. برضو انا لسه عند رأيي، قرار تصفية رئيس الوزراء ما كانش ينفع يكون قرار فردي، كان لازم نقعد مع بعض ونتناقش. محاولة اغتيالك عملية معقدة وكبيرة جدا. موت كمال حرمنا من كشف أبعادها. انت عايز تقنعني ان انت مصدق ان كمال هو اللي حاول يقتلني؟ كل الأدلة بتقول طلعت بلاش اللعبة دي معايا، عشان احنا الاتنين فاهمين بعض كويس. انت اكتر واحد عارف ان كمال ما يقدرش يعمل حاجة زي كده. كمال اجمل من انه يعمل حاجة زي كده. كمال ممكن يبعبع بكلمتين يتخانق، انما يقتل لا. اللي حاول يقتلني موجود واضح. مين يا ريس؟ على رأي كمال، كمال اللي حاول يقتلك هيحاول مرة واثنين وثلاثة، لأن ريحة الدم خلاص جوعته وخلته عطشان أكتر وأكتر. اللي حاول يقتلني موجود وسطينا يا طلعت. أنا قلت لك كل اللي عندي. الكرة في ملعبك دلوقتي، عليك إنك أنت ترص البازل وتكمل الصورة وتقدمها لي. هو ده الدور اللي أنا منتظر منك، أكتر من كده مفيش. بالنسبة لتصفية كمال، هذا موضوع شخصي بيني وبينه. هو غلط وكان لازم يتأخر. كمان مش معقولة أنا بقى لسه قايل إن هو رئيس للوزراء وبعدين أطلع للناس وأقول لهم سوري. ده طلع خاين. ما ينفعش أبقى رئيس مغيب. لا، هاشم الرئيس رئيس لدولة قوية، والدولة القوية لازم تعلن عن قوتها، لازم تصفي أي حد يقف في طريقها. بتهيألي أنت بحكم عملك عارف الكلام ده كويس. مش محتاج أنا أفسره لك أكتر من كده. لكن ما عندها فضل